بكم ومرحبا بكم معايا اليوم. ان شاء الله انا راح نديروا ان تارت او سيترون. هاد لا تارت نسحق فيها اون بات سابلي سهله بزاف. واش نديروا فيها لا بات سابلي هادي؟ نديروا فيها 300 غرام فارينه، ما يعادل زوج كيسان كيما هادو معمرين بيان شويه بومبي. ونسحقوا كاس نحو منه غير ان دوا تاع سكر غلاس، سكر ناعم. نسحقوا لافاني، حبه بيض، ونسحقوا قرصه ملح والزبده 200 غرام زبده، انفان لا مارغارين مقطعه هكذا طرف صغار. اول حاجه نبداو بها الفارينه 300 غرام، نديرو حفره هكا في الوسط، نحطو السكر والقرصه تاع الملح ولافاني، افاني شويه نص مغرفه هكاك تاع قهوه. نخلطو هاد المقادير هكذا ونحطو الزبده. الزبده نخدموها غير بصبعتينا بصبعتينا برك. هاد لاباط شوفوا باش تجي مليحه يفو با نعجنوها برك، هذا ما كان سينو ساهله تجي شابه بزاف. يفو با تعجنوها برك، نخدمو بصبعتينا. يلزم هاد الزبده ولا بلوتو لا مارغارين ندخلوها في الفارينه بصبعتينا هكذا. ان شاء الله نكون واضحه برك هكذا. بعد كي نخدموها ونكملو تفاصيل، انا ندير الحبه تاع البيض ولا شتها بلي تلمت لي صحه، سينو انني دايره شويه تاع ما حطاتو في الكونجيلاتور يزم ما بارد وكاوي نسحقو كل فارينه كيفاش هكذا. المهم لافارين تدخل فيها كامله هذيك الزبده غير بصبعتينا هكذا. فوالا هكذا. دوك انا هنايا كسر الحبه تاع البيض ونبدا ندير المغرب بصبعتي هكذا بالخف ما تتلم توت سويت. ما الوصفه سهله وشكون فينا ما يحبش لا تارت او سيترون كبارنا وصغارنا. ها هاي ديك الحباب تاع البيض اي لمتها لي نلمها برك هكذا هكذا. فو با نعجنوها برك، لازم نلموها هكذا. جو ديغاج صبعتي من لاباط ونعاود نولي ليكم. نحيت لاباط من يديا بهذا بالكوت بات وغسلت يديا مليح باش ونشفتهم وجيت درت لها هكذا. راني نميتها، شوفوا تجي طريه بزاف. انا واش ندير؟ نحطها في بابي فيلم هذا هكذا ونحطها في الثلاجه الفريجيدير على الاقل على الاقل نص ساعة. entre temps ما بيد ماك نروحو نديرو لا كريم او سيترون. بور لا كريم او سيترون تاعي واش نسحقو؟ نسحقو عصير تاع زوج حبات قارص. هاوليك واش خرجولي، خرجولي قريب شويه فوق النص تاع الكاس. نحطو في كاسرونه وعندي هنايا كاس غير ربع تاع سكر. السكر كل واحد على حساب الذوق ديالو، يعني اللي حبها حلوه يزيد السكر، اللي حبها ناقصه حلاوه ينقص السكر. هذا ما كان نخلطو مليح بالفوي. وانا عندي هنايا زوج حبات بيض ما كريمي تري سامبل سهله. نخلطو مليح ومن بعد كنزيد هنا زوج مغارف تاع نشا مايزينا. فوالا نخلط مليح بالفوي قبل ما نشعل عليها النار. وعندي زاس تاع ان سيترون قشور تاع حبه قارص ونخلط مليح ونشعل عليها النار فرنو يزم نار هاديه ونبدا نخلط. نقعد هكذا نخلط حتى تختار لي لاكريم.
كي تختار ندير لها مغرفه تاع مارغارين ونخليها تبرد. انا كي تختار لي نعاود نولي لكم. هاي ليك لا كريم تاعي هنايا راهي اختارت. هنايا نزيد مغرفه هكذا تاع زبده، انا نطفيت عليها نخلطها مليح معاها ونحطها تبرد هكذا كما راكم تشوفوا. نخلطها مليح حتى الزبده تدوب تري بيان في لا كريم هكذا، ونحطها تكوتي تبرد ونولو نطيبو لاباط تاعنا. هنايا راني نيتالي في لاباط تاعي وغولو ندير لها الفارينة. نيتاليها نجيب لومور تاعي هاوليك، نرفد لاباط غير بالعقل، نحطو لومور ونسيو ناجستيو لاباط تاعنا داخل لومور هكذا هكذا. فوالا نحفو الزوائد سي وين كاين فراغات نسقموها هكذا، ونتقبها بك اون فورشيت وندخلها طيب ابلون بس ما خليها طيب باش ام بعدا نديرو لا كريم تاعنا ولا مورينغ ونعاودو نرجعوها للفوق باش لا مورينغ برك تتحمر، ونعاود نولي لكم فيما بعد. فوق لا مورينغ عندنا هنايا 3 بياض بيض، كاس سكر وشويه تاع لافاني. ندير لافاني مع البياض تاع البيض، نضربو بيان حتى يولي بيض، ومن بعد تيك نبدا نزيد في السكر بشويه. نحط البياض ديالي يتضرب كي يولي بيض نولي لكم. كي يطلع لو بلوندور ديالي نبدا نزيد في السكر بشويه، هو يتضرب وانا نزيد بشويه. هكذا حتى يكمل الكميه تاعي تاع السكر. هاي لي كلامورينغ تاعي، هاي كيفاش ولات. ها كي نقلب المغرفه ما يطيحش لو ميلونج. هنايا لامورينغ ديالي هي واجده، ومن بعد ان شاء الله كي طلعت لامورينغ ديالي راني يعني حطيت لا كريم في لا تارت ودرتها هنا في لا بوشادوي. دوك نقعد نزين فيها من الفوق، كل واحد كيفاش يحب يزين لاطارت تاعو. وكاين اللي يحب يدير لا مورينغ بزاف، كاين اللي يحب يدير شويه، كاين اللي يحبها بيان مورينغي، كاين لا لا. انا نكمل نزينها هكذا صاير داير ونعاود نولي لكم. هاي ليك لاطارت سيترون تاعنا وجدت، دخلتها الفور شعلت عليها ان مومون واحد 5 مينوت الفور نورمال شاعل من التحت، ومن بعد شعلت لها من الفوق حتى انها حمرت وخرجتها. ها هي ليك شهيتكم بالصحه ان شاء الله، تجي ليجير بالخف تري فاسيل افير. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، ولا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم وتشتركوا في القناه باش يلحقكم جديد ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.